أتحدث أكثر عن أسواق النفط مع ضيفتي من كامبالا الدكتورة فيكتوريا نالولي، الرئيس التنفيذي لنم إنرجي. أهلا بك دكتورة معنا في هذا البرنامج. بداية، كنا قد شهدنا تذبذبات خلال الأسبوع، ولكن عادت الخامات لتنهي الأسبوع على مكاسب، في إشارة واضحة إلى المخاوف من تعطل الإنتاج في لويزيانا. إلى أي مدى هذا العامل، عامل الضغوط من الإنتاج، سيكون مؤثرا هذا الأسبوع على تداولات النفط؟ The impacts of the hurricane in Louisiana has had massive effects in ما حدث في لويزيانا أثر على الإنتاج في الولايات المتحدة، وهذا بالتأكيد يواجهه طلب قوي في أمريكا بسبب ذلك. ولا ننسى أيضا ما يحصل في الصين التي أطلقت الاحتياط النفطية، وبالتالي أمريكا والصين فيهما طلب قوي على النفط، وبعض كبار المستهلكين للنفط سيزيدون طلبهم على النفط، وهذا يعني أن ما يحصل في أمريكا من تراجع في طلب أو في المعروض عفوا في لويزيانا، هذا الأمر سيؤثر لكنه سينتهي بعد فترة. وبالتالي أنا واثقة من أن ما يحصل مؤقت، وبرأيي الأحداث في لويزيانا سوف تؤثر تأثيرا فقط، لن يدوم لفترة طويلة. دكتورة، اليوم سمعنا عن بعض الحالات من فيروس كورونا في الصين في إحدى المقاطعات، واتجهت الحكومة المحلية في تلك المقاطعة إلى نوع من الإغلاق وبعض التدابير. إذا ما عاد هذا المشهد ليسيطر على يعني الصين بأكملها، هل من المتوقع أن نعود لنشهد تراجع في الطلب الصيني وبالتالي ضغوط على أسعار النفط في المرحلة المقبلة؟ نعم، يجب أن أذكر أنني محامية في الحقوق ولست اقتصادية، لكن التطور الحاصل في الصين يؤثر على قطاع النفط والغاز. فمع وجود عمليات إغلاق عام سابقة ليس فقط في الصين وإنما في دول أخرى، هذا الأمر أثر على صناعتي النفط والغاز، وبالتالي عمليات الإغلاق العام في الصين سوف تؤثر على استقرار قطاعي النفط والغاز وإنتاجهما والطلب عليهما. لكن يجب أن نتذكر أن هذا الأمر سيكون مؤقتا، ففي حالة الجائحة رأينا تأثيرا سلبيا من الجائحة على قطاع النفط، لكن أيضا هناك استقرار لأن هناك عودة إلى الطلب بسبب عودة الناس إلى الانتقال في العالم ورفع القيود وتخفيف القيود. هذه التطورات الحاصلة في دول أخرى وفي الصين تؤثر على قطاع النفط والغاز، لكن عمليات الإغلاق العام في الصين على الأغلب سوف تؤثر على القطاع، لكن التأثير لن يكون كبيرا. ففي نهاية المطاف نحن نتوقع للأمور أن تعود إلى الوضع الطبيعي بعد أن ترفع القيود وتتوقف عمليات الإغلاق العام، وخاصة أننا نجد عودة طبيعية في معظم أنحاء العالم إلى الحالة العادية في ممارسة الأعمال، وهذا يعني أن قطاع النفط سيستعيد استقراره. طيب دكتورة فيكتوريا، ذكرتي أنه من الممكن أن يكون عودة الاقتصاد الصيني إلى العمل وعودة الأشخاص إلى أعمالها من العوامل الداعمة للطلب في هذه المرحلة، وكنا قد شهدنا في السابق توجه الصين إلى طرح احتياطياتها من الكثير من السلع الاحتياطيات الاستراتيجية في الأسواق تجنبا لارتفاع الأسعار إلى مستويات غير محمودة. هل برأيك ستتجه الصين إلى خطوات كهذه في المرحلة المقبلة إذا ما استمرت الأسعار على مسارها الصعودي تجنبا لارتفاع مستويات التضخم؟
Yes, I think what we are seeing in ما نراه في الصين فيما يخص السحب من الاحتياطيات، هذا يظهر ما يمكن للدول أن تفعله في حالات مثل هذه، مثل زيادة التضخم وزيادة الأسعار. وهذا الأمر رأيناه في أمريكا عندما طلب الرئيس بايدن طلب أوبك بزيادة إنتاجها عندما زادت أسعار البنزين، وبالتالي أي دولة لديها القدرة على حماية مصالحها سوف تتخذ الإجراءات الضرورية، وخاصة لوقف تأثير ذلك على التضخم. وبالتالي أنا لن أتفاجأ إذا رأينا الكثير من التطورات الحاصلة في الصين في محاولة لتقليص ارتفاع الأسعار، وخاصة أن كل الدول التي لديها قدرة على اتخاذ إجراءات ستتخذ هذه الإجراءات. وبالنسبة للدول النامية هي تعتمد على أسواق دولية، لكن دول كبيرة مثل الصين هي تستطيع أن تفعل ذلك لأن لديها الأموال والموارد والإمكانيات التي تسمح لها بخفض التضخم، وهي ستتخذ هذه الإجراءات بناء على ذلك. دكتور فيكتوريا نالولي الرئيسة التنفيذية في نم انرجي، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا هذا الصباح.